رمضان شهر الصيام والقيام والإنابة إلى الله، يتسابق المسلمون فيه لأداء الفرائض والنوافل التي تقربهم من المولى عز وجل، راجين عفوه ومغفرته. من بين النوافل التي دأب الصائمون على إحيائها في هذا الشهر الكريم مقبلين عليها بشكل لافت، صلاة التراويح، حيث يصطف الكبار والصغار لأداء هذه الشعيرة في هذه الليالي المباركة أسوة بالهداة المهتدين. رمضان ما شاء الله شهر كريم، شهر عبادة، الناس ما شاء الله مقبلة فيه على المساجد، تلاحظوا الحضور الملفت خاصة صفوف النساء على صلاة التراويح اللي هي قيام الليل، قطعا ودأب الصالحين وفضيلة. العليات مقبلات عليهم، مقبلين عليه كذلك الرجال والشباب، قال الحمد لله خاصة والشابات، وهذا مفرح. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، يخصص النساء حيزا من الوقت في هذه الأيام المعدودات لارتياد المساجد ركعا سجدا، مشكلين بذلك حضورا بارزا على غير عادتهن في الشهور المتبقية إلا ما ندر. وهناك من يرجع ذلك إلى عدم تخصيص أماكن للنساء في أغلب المساجد، ويرجعها البعض الآخر إلى عدم تقبل المجتمع لفكرة صلاة المرأة في المساجد مخافة الفتنة. من ناحية عن النساء دائما يعودوا أصلا عندهم عائق من قصة المسجد، عنه ما عندهم مكان خاص للنساء فعلا يعودوا هم يرتاحوا في مكان عود خاص بهم هم فعلا، ذاك قد يعود يؤدي أصلا عن مكان هماتية إقبال ذاك هو على صلاة التراويح. الصلوات الأخرى قد يعود قد ناتج عنه عن قلة وجود أماكن خاصة للنساء، دائما تعودي تختاري تصلي الصلوات المفروضة هذا الشيء في المسجد، وإن كان اللي هناك المجتمع هو بحد ذاته ما يساعد النساء خصوصا عنها عن مقيس المساجد. ومع أنه لا يوجد مانع شرعي يمنع المرأة من حضور الصلوات الخمس في المسجد، يبقى المجتمع بنظرته النقدية وعدم توفير البيئة المناسبة لأداء الركن الثاني من أركان الإسلام في بيوت الله مسألة فيها نظر.